من الوضعيه الاقتصاديه والاجتماعيه ديالهم. تحملنا المسؤوليه ديالنا وقلنا كاين جوج ديال الملفات اللي هما كبار واللي هما مهمين. اولا خصنا نتجاوزوا الضفيه والاكراهات ديالها ونحافظوا على القدره الشرائيه للمواطنين. ثانيا خصنا نواصلوا تكريس اسس الدوله الاجتماعيه كيف ما بغاها سيدنا الله ينصره وفي الوقت ديالها المحدد. وراكم تابعتوا معنا الحصيله اللي قدمت البرلمان، وهي هذيك الحصيله اللي تقدمت البرلمان هي حصيله للتاريخ، حصيله غادي نبقاو نفتخروا بها كحزب وكحكومه، لانها حصيله ديال المغاربه كاملين ودناها مع المغاربه، لانها حصيله ديال الاسره المغربيه، لانها حصيله فيها التنميه للجميع. وانتم كمنتخبين من حقكم انكم تفتخروا بالحكومه ديالكم. هذا الشيء اللي درناه في عامين ونص، يعني راه ما قدرتش تديروا حكومات في ولايات كامله ديالها.